عن المهرجان الأول في طول كرم، المعدات للتسوق والمقام في صالة ثقافة طول كرم، طبيعة هذا المهرجان، الفكرة منه والهدف، وما الشيء المعروض في هذا المهرجان، وكيف بصراحة نتحدث عن الرؤية المستقبلية لمثل هذا المهرجان. مباشرة نذهب مع الباشمهندس محمد يونس، عضو مجلس إدارة في مركز الهندسة للماكينات، ينضم إلينا ليحدثنا عن هذه الفعالية الكرمية. أسعد الله صباحك بكل الخير أستاذ محمد. يسعد صباحكم وصباح المستمعين إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. يعني بداية نود أن نتعرف على ما هي هذا المهرجان والفكرة والهدف منه. بداية هذا المهرجان قمنا بتنظيمه نحن في المركز الهندسي للماكينات من أجل إظهار الصورة الكرمية واحتوائها على الكم يعني المتنوع الذي يخدم ابن المحافظة وأبناء هذا الوطن من المعدات الصناعية. إحنا في المركز الهندسي للماكينات طبعا شركة رائدة في مجال المعدات الصناعية، موجودة في شارع جامعة القدس المفتوحة في طول كرم، وعندنا مركز صيانة برضو تابع لنا لجميع المعدات الصناعية. عندنا كثير منتجات صراحة ما بنقدر إنه نعرضها داخل معارضهم بسبب المساحة، يعني في المعدات الصناعية ماكينات، والماكينات اللي بتخص الماكينات الثقيلة اللي بتحمل أوزان عالية مثل الأربع طن اللفتات وزي ما يأكل العيار الستيرينج وبعض الماكينات الأخرى، بصعب علينا إنه نعرضها داخل معارضنا. فنشأت عندنا فكرة إنه ضروري جدا إنه نظهر هاي الماكينات سواء للمستهلك الكرمي أو حتى المستهلك الفلسطيني بشكل عام. قسم كبير من الناس ممكن يتوقع انه هاي الاصناف غير متوفرة في طول كرم او حتى غير متوفرة في الضفة الغربية، وممكن يروح يلجأ لمناطق اخرى حتى انه يشتريها. صحيح، يشتريها بدون كفالة، يشتريها باسعار غالية جدا، او انه ما يشتريها وما يطور مصلحته يعني الصناعية. كانت عندنا هاي الفكرة انه لازم تطوير السوق الصناعي ولازم نظهر للناس القدرة الحقيقية لهذا السوق، وقدرة المركز الهندسي الحمد لله رب العالمين في اظهار الاصناف اللي له، واظهار حتى الاصناف الثانية اللي له ما بيستوردها. نعم. بس هي متوفرة كلها عنده في المركز الهندسي في موقعه في شارع جامعة القدس المفتوحة، وبيقدر يشتغل فيها وأي صنف بيطلبها أي مستهلك سواء في طول كرم أو غير طول كرم هو قادر على إنه يلبي له إياها ويلبي له. جميل جدا. وهذا باش مهندس إن دل يدل على أولا السعي من أجل توفير الجودة المضمونة والجودة العالية لهذه الأجهزة بالإضافة أو المعدات، بالإضافة إلى نحن نختصر المسافة، يعني هذا العنوان الأمثل، نختصر المسافة، نختصر عليك التكاليف، نختصر الكثير الكثير على المواطنين، وهذا من شأنه بصراحة أن يعزز يعني التعامل المبني على الثقة المتبادلة ما بينكم وبين المستهلك أو بين المواطنين الذين يعملون في هذا الإطار. فزي ما حكيت، بدل ما يستورد من أماكن مختلفة وبدل ما يشتري شيء مش مضمون، فإحنا هون بنأكد على أنه المركز الهندسي للماكينات يوفر هذه المعدات ببروتوكول معين، مقاييس وشروط معينة. لكن من المستفيد بصراحة من هذه المعدات وهذه ربما المنتجات المعروضة في مثل هذا المهرجان؟ طبعا في الدرجة الأولى المستفيد من هاي المعدات اللي هو أصحاب المهن والحرف وأصحاب المصانع وكل ما يتعلق في المجال الصناعي، والمقاولين والبلديات والمؤسسات المحلية زي وزارة الأشغال مثلا، لأنه المعدات اللي متوفرة في المعرض عندنا
وبالمناسبة هو المعرض اليوم آخر يوم يعني يفتتح أبوابه من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ليلا، واليوم إن شاء الله هو الاختتام. نعم. زي ما حكيت لك يعني هو فرصة لجميع الصنايعية مثلا أصحاب الكراجات، الكراجات الميكانيك، كراجات البودي، كراجات كهرباء السيارات بكل أشكالها يعني. سواء الكراجات الصغيرة أو حتى الكراجات الكبيرة اللي بتخص شركات السيارات، وبالمناسبة قسم كبير من شركات السيارات من مراكزها الرئيسية أجت وزارتنا يعني الحمد لله، وتفرجت على منتجاتنا والأشياء اللي احنا بنشتغل فيها، وهي كان بحد ذاته يعني هدف كبير قد تحقق يعني إيضاح الرؤية المستقبلية سواء للشركة كيف هي رايحة يعني تشتغل على زباينها أو استجلاب زبائن جدد من خارج المحافظة. صحيح، وبالإضافة إلى تشبيك العلاقات هذا مهم جدا، وأنه إحنا نعرف أنه في ونعرف كل المستهلكين أو الذين يتعاملون مع مثل هذا الصنف من المعدات أن لدينا مركز هندسة بإمكانه أن يقوم بتوفير مثل هذه المعدات، وبناء بالتأكيد على بعض الأمور التشاركية. إجمالا باشمهندس محمد، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن المساهمين في مثل هذا المهرجان، عن من نتحدث من مشاركين ومساهمين وداعمين لهذا المهرجان؟ طبعا من حيث المشاركين في مجموعة شركات شاركت معنا، أخذت لها بوثات في هذا المهرجان، سواء في نفس المجال من المعدات الصناعية مثل شركة إنكو وشركة ووركس، شركة أبو علام، وشركة إكس كورت، وشركة توبتول، وشركة أكوا سترونج، وشركة واتن دكتور. هذول كلهم شركات طبعا شاركوا معنا في المشاركة وحملوا جزء من العبء اللي موجود. من حيث المؤسسات المحلية رعت هذا المهرجان مثل نقابة المهندسين واتحاد المقاولين، رعت رعاية فخرية خلينا انصح التعبير، والغرفة التجارية طبعا. اذا مرة اخرى نذكر ان مجلس المحافظة طبعا يعني حتى امبارح كان في زيارة وكان الراعي الاساسي لهذا المشروع، تم عرض المشروع على المحافظة وجزاهم الله خير ما قصوا يعني من اول يوم، وفروا لنا الامن والامان في المنطقة يعني لإتمام المشروع بالشكل السليم يعني. نعم، ونشكر بالتأكيد كل من كان متواجدا داعما مشرفا على مثل هذا المهرجان الذي يستمر حتى هذا اليوم، وبالتأكيد بالإمكان دائما وأبدا زيارة مثل هذه المهرجان والاستفادة والاطلاع عليها عن كثب وعن قرب. نتمنى لكم دوام التوفيق والتميز، ودائما وأبدا نأمل إن شاء الله أن طول كرم تحظى بمثل هذه الفعاليات والمهرجانات التي من شأنها أن ترتقي بالوضع الاقتصادي والتجاري وكذلك الجودة. مهم جدا أننا نتحدث عن جودة وعن كفالات وعن ضمانات لكل ما يعرض من هذه المعدات. أشكرك جزيل الشكر المهندس محمد يونس، عضو مجلس إدارة في المركز الهندسي للماكينات، شكرا جزيلا لك، ونواصل في مشوار